نعم دكتور، بخطوة شافوها كثير من شباب الثورة، يعني حركة ذكية تمكنت من تحريك المياه الراكدة، خليني أقول مياه الشباب السوري الراكدة، عن طريق فكرة تجمع شباب سوري وطني تحت عنوان اقترحت اسم الحركة المدنية السورية. الشباب السوري أعجب بها الاسم، وفعلا بدأ بشكل جدي، ولاحظنا خلال فترة قصيرة تجمع تحت هالنداء هذا آلاف، يعني أنا بتذكر الرقم كان بحدود 3500. ولكن يعني فيما بعد وبفترة قصيرة شفنا أنه الدكتور كمال هو بإيده عم يوقد التجمع أو هالبادرة هاي، لما صار يهاجم الدول، كل الدول، وبداية الدول اللي إما الصديقة أو ممكن تكون صديقة للمشروع الوطني السوري. ويعني أي مهاجمة، مو مهاجمة عادية، تهديد لأمن هي الدول عن طريق تحفيز شعوبها على الثورة. أنا هون عم بحكي عن الإمارات والسعودية وقطر. مثلا والله الأمير محمد بن سلمان هو ابن جارية مثلا. يعني هون الشباب عم بيقول نحن كيف ممكن نمشي، واللي دعانا عم بيروح بيصطدم بالدول هالاصطدام هذا العنيف وما عم يرحم. فكيف، أول شيء شو أنا رأيك ما دكتور قلت كمان؟ ابن جارية، لا قلت أنا هاجمته سياسيا. اللي صار إنه أنا بالناس، يعني أنا بطرح الفكرة وقلنا له الناس اشتغلوا وتابعوا، أنا بدي أختبر هل نضج الشباب السوري ليكون فعلا قادر على إنتاج حركة سياسية، ولا أنا بدي شده شد. إذا أنا بدي شده ويصيروا تبع إلي، لا بلاها الشغلة كلها من أساسها. إذا هني ما بده بيحسنوا يتفقوا، ما بيحسنوا يخترعوا قيادة، بلاها القصة. يعني أنا لا أريد أن أكرر تجارب الماضي، الأحزاب السياسية الفاشلة الأخرى اللي فيها دكان لشخص، مزرعة اللي هي إقطاع سياسي. هيدي فلان، يعني إذا فلان قالكم تشتغلوا بتشتغلوا، إذا فلان قالكم لا تشتغلوا ما بتشتغلوا. قلت لكم أنا واحد منكم، وهي القضية تفاعلية، وتفضلوا نظموا نفسكم لنشوف. حقيقة مو أنا اللي فشلت، هن اللي فاشلين. شبابنا السوري ليس قادرا على أن يشكل ديناميكية تفاعلية لينتج نفسه سياسيا. لهالسبب أنا صبت بالإحباط، لأنه ما شفت مبادرات، شفت خلافات كتير، شفت إلى آخره. قلت إذا لم ينضج شباب سوريا بعد لكي يكون سيد نفسه وحر وقادر على إنتاج قوى سياسية. إذا أنا بدي أشحطه، أنا ماني قادر أشحط حالي، وبالتالي أنا برفض الفكرة كلها أن يكون قائد وزعيم ووجه وإلى آخره. وقت أنا انطلقت الحركة ومشيت، قلنا لهم كملوا. وقت اللي ما كملوا، فهمت أنا أنه المقياس اللي حاطه، مقياس الحرارة، لسه ما وصلت الحرارة للدرجة اللازمة تنظيميا، فبتحط الفشل عليكم أنتم مو علي. أنا افترضني مت، طرحت فكرة ومت، أنتم متحمسين لها ومقتنعين فيها، ليش ما مشيتوا فيها؟ ليش ما تابعتوا؟ ليش ما كان عندكم قدرة؟ ليش كنتوا ناطريني؟ وأنا اتصلوا فيي وكذا وطلع واحكي لك يا أخي، لا تتعلموا تمشوا ورا حدا. هذا الحدا بس تمشي ورا واحد بيكبر راسه، بياخذكم على محل غلط، بدور على مصالحه، بعدين بيعملها مزرعة وراثية. لا يا أخي، اعملوا حركة مدنية، أنتم انتجوا نفسكم بطرق مختلفة. أنا طرحت الفكرة وانتو لازم تمشوا فيها، ما مشيتوا لا تحط الحق علي، انا ما نيمتها ولا وقتها ولا شيء. بعدين انا من الناس، لا تربط نفسك في موقف سياسي، انا قلت حركة مدنية لشباب سوريا، وانا واحد من الناس معكم، لكن انا ما بخسر حريتي وبخسر موقفي السياسي ومن شان التنظيم انا اعتبرته هلامي تجريبي. يعني عرفت كيف؟ وكان يجب أن نهاجم الدول العربية، لأنه هن اللي ضغطوا بشكل هائل من أجل المشاركة في انتخابات مع الأسد، وضغطوا من أجل التطبيع مع الأسد، ومن أجل إعادته لجامعة الدول العربية، وصاروا يقدموا له كل الدعم اللازم المالي وغيره لكي يستمر، وإلى الآن ما زالوا، يعني رغم كل الضغوط اللي عملناها عليهم. فهن وقت اللي بدهم يجوا يقفزوا فوق مليون شهيد سوري، فوق حقوق الشعب السوري، فوق فرصة بعد كل هذه التضحيات، فرصة إعادة بناء سوريا بشكل لائق بشعبه وتضحياته، لا لا. ترى أنا بزعجهم وأنا قاعد بالسويد، يعني وقادر إني أزعجهم وفهمتهم، لا تخبصوا الملف السوري وإلا نحن بنزعجكم ببلادكم. وكان يجب إزعاجهم،
ولو ما زعجناهم ما نضبوا. وكنت انا وحدي يعني تقريبا، كنت انا قادر اني الجم الحراك السياسي اللي كان ماشي باتجاه التطبيع مع الاسد، لاني ركزت عملي على تعريف الشعب السوري، وانت واحد ناس تعرف، كضحايا، وقلت نحن ضحايا، الاسد يسقط بجرائمه، وهيدي الشعارات اللي عملتها مشيت ودلت ماشيه، واليوم الامريكان متبنينا والاوروبيين متبنينا والشعب السوري متبنيها وعم يحكي فيها. اذا انا كان لازم اوقف وقاتل على هذه الجبهه من دون ما جامل حدا، واذا انت معرف السعوديه والامارات انهم بيدعموا الحركه المدنيه، هن ضد المجتمع المدني حتى العظم، هن ضد الديمقراطيه حتى العظم، هن الأنظمة العربية هي جمعية مستبدين متعاونين رغم كل خلافاتهم بيتفقوا على شعوبهم، وبالتالي تعريفك غلط لهي الدول. نعم، وللا التجربة بتدعم ولو حياتها بتدعم، وهي دورها كان تخريب ثورة الشعب السوري. ذكرت أن الحركة المدنية السورية كانت هيك تجربة، خلينا نقول مخبرية، من الدكتور كمال اللبواني لقياس يعني استعداد الشباب السوري لتشكيل جسم سياسي ما وطني وإخراج قيادات منه. غير طائفي، يعتمد مبدأ الحزب المستوي اللي ما في هرم قيادي، يعني ما في قادة، يعني حزب مؤتمرات، حزب بيشاركوا فيه كل الناس على قدم المساواة، له برنامج بحط برنامجه، مو حزب يعني على النمط التقليدي الأوامر وتنفيذ ومدري شو إلى آخره، يعني حزب على النمط الأوروبي الحديث. طيب، وقلت إنه التجربة فشل الشباب السوري، من خلال هالتجربة دكتور كمال شو هي أسباب الفشل للمستر؟ شو برأيك كان أول شو شيء بيلزم الشباب؟ عوز المكان، إحنا ما عندنا مكان يوحدنا، يعني مشردين، يعني كنا نعمل الحزب على الشبكة الافتراضية، هذا كتير مهم هذا العامل، لو في أرض ومكان وجمهور حدنا كان بيختلف كتير شغل، بس كونه ما في أرض وما في مكان هذا عامل مهم. العامل الثاني، ما عندنا مورد مالي، ما حسنا نعمل كادر وظيفي مؤسسي ناس موظفين يشتغلوا بالإدارة تبعت هذا العمل، لأنه ما عندنا مورد مالي، وأي مورد مالي بده ياخذ قرارك. ثلاثة، الحركة المدنية لسه ما نضج في وعي العمل المدني، لسه الاستقطاب شديد الطائفي والديني والى اخره، الوعي السياسي لسه ما نضج بشكل كافي، رغم انه انا شايف الشعب السوري بعد 10 سنوات من الثوره تغير جذريا، يعني كنا من بين المعارضه 4 5 اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا مقال، اليوم ما شاء الله في عنا الاف الاعلاميين والاف الكتبه بيكتبوا شيء حلو كتير، الاف الدارسين والباحثين، يعني عنا صار انت الجنسيه كافيه، لكن ترتبط بالشارع لسه هالفجوة هيدي ما حسننا نعبيها، لعوز المكان، لعوز التمويل، لعوز المؤسسات، التسهيلات اللوجستية مو متوفرة. أنا قلت إنه إذا ممكن نحن نخلق حالة ما بالمجتمع الافتراضي، بعتقد يعني كانت تجربة جديدة كتير في العالم، يعني نشكل حزب بس على النت، لكن كمان هلا يعني صعبة شوي، يعني هذا هو العوامل. في حدا فمو أرسل فشل، لنا، مو فشل لأنه هن سيئين، لا، الظروف أصعب منهم، أصعب بالإمكانات. في حدا أرسل لنا من شباب الحركة المدنية قال الحركة المدنية السورية هي كانت مبادرة من الدكتور كمال اللبواني لتصدير ابنة شقيقته لما اللبواني لمشروع سياسي وسلم الحركة المدنية. الشباب هيك عم بيشوفوا فعلا، مثل ما بده، يعني انا شو بايدها هي ولا بايدي انا، اذا انتم قررتوا تجتمعوا وتعملوا فيي او بلاي، شو ماسك عليكم يعني؟ هل هي يعني دكان اللي خاصه فيها، حطيت نفسي قلت بتعملوا شيء، بس اني ناطرين اوامر. المشكله كان دوما يعني تجيني الحكي انه لازم تبدي رأي، لازم تعطي رأي، لازم انت تقول لهم للناس شو يساووا، شو الحكي هذا عكس مبادئ، عكس مبادئ الحركه المدنيه. انا مو شغلتي اقول لك شو تساوي ولا اقول لك شو رأيي، انت تصرف اشتغل، انا قلت لك اطار العمل هيك،
عملوا مجموعات وبلاوي، وانا اصلا انسحبت. ليش؟ لانه ما بدي يكون انا حدا يتهمني هذا الاتهام، وبالتالي ما حدا منح حدا، ولهلا وبكره وبعد بكره فيكم تشكلوا بهذا النمط بهذا الشكل اي حركه. انا عم اقول لك هذا الشكل مناسب للوضع السوري، يجب ان نفسح المجال لنمط سياسي جديد ولجيل جديد. عرفت كيف؟ قلت هيك، قالوا طيب اطرح المشروع، طرحنا المشروع، تشكلت المجموعات، رجعت المجموعات اختلفت ونامت، مو انا. وبالتالي انا ما تحملني المسؤوليه، انا حساس كثير من هذا الموضوع لاني عانيت منه من خلال عملي بالتنظيمات السياسيه السوريه منذ عام 1976 لليوم. عانيت من الاقطاع السياسي ومن الدكاكين، كل واحد بيعمل دكان بيجيب قرايبينه بيجيبهم بيحطهم بيعملهم الى اخره، بيمسك المصاري بيمسك الناس بيمسك الانتخابات بيحطها بعدين بيورثها لابنه. انا عانيت منها لهالسبب. انا بالعكس 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 تماما. بس شغله واحده ممكن يعني ان يتحسسوا منها، انه الباسورد والكذا ما حبيت اعطيها لحدا، لانه فورا اجهزه المخابرات تخترق وبتدمر. فهيدي الاسرار المفاتيح، بس الباسوردات والاخري بس مو اكثر يعني. فهذا كان لازم حط حدا بثق فيه ما يخترق. كثير خطير انه يفوتوا عليها اجهزه مخابرات نظام او دول عربيه او احزاب سياسيه ليخربوا. ما سمحت لهم يخربوا، فانزعجوا مني. انا ما حسيت انه كثير في ناس حاولوا يفوتوا ويخترقوا ويوصلوا لنقطه معينه يخربوا كل شيء، مثل ما عملوا بزمانهم بجمعية حقوق الإنسان ومثل ما عملوا كذا، بس وصل الباسورد للمخابرات فاتوا على الموقع دمروا كل شيء. إيه